ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية العلماء والحكماء والفلاسفة في المنام. فتفسير رؤية العلماء والحكماء والفلاسفة في المنام فهي بشارة بعلو القدر والمقام وزيادة في علم الرأي ورؤية للصلاح صلاح في الدين. دمتم في رعاية الله وأمن، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في قناتي ليصلكم كل جديد مني. وأختكم في الله أم الصابرين، تحياتي لخارج مصر وداخل مصر، أهلا وسهلا بهم في جميع أنحاء العالم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.